الدكتور أحمد مرتضى طلبة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والعقم بمركز دار الطب. اهلا بيكم. دوريات عالميه مثل كويلرز كتبت انه الاخصاب المساعد هيحل مشكله تراجع القدره الانجابيه والخصوبه في الشرق الاوسط اللي تراجعت بنسبه كبيره، 15% تراجع، 15% تراجعت خصوبه الرجال في الشرق الاوسط عن الزمن اللي فات، عن الوقت اللي فات. مين اللي هينقذ هذه التراجع؟ انتشار وتقدم ونجاح الإخصاب المساعد هيلعب دور مهم جدا في نجاح أو في التصدي لعوامل، طبعا عوامل دي كتيرة جدا، التلوث البيئي، تعرض للإشعاعات، الفيلدز الكهرومغناطيسية، الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتحيط بينا في كل مناحي الحياة، كل ده هنقدر أثر على خصوبة الرجل، أكيد أثر، وعلى الست كمان، وبالتالي التصدي هيكون بالإخصاب المساعد. في لخبطة في دماغ الناس، دايما يسألوني يقولوا لي هو مين أحسن، أطفال الأنابيب ولا الحقن المجهري ولا التلقيح الصناعي؟ طبعا هنا سؤال يكمن فيه أكتر من شق، مين أحسن من ناحية الدقة؟ طب من ناحية التكلفة؟ طب مين الأنسب له؟ الموضوع أكيد فيه إجابات كثيرة نفهمها من ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع، واحد من نجوم عالم الإخصاب المساعد، الأستاذ الدكتور أحمد مرتضى، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والعقم أو تأخر الإنجاب، العقم دي اتلغت خلاص بمراكز دار الطب. ضيفي العزيز، أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة السؤال اللي أنا هبدأ بيه، التلقيح الصناعي، أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، الثلاث تسميات دول، هما الثلاثة من وسائل الإخصاب المساعد. الهدف منهم رفع نسبة الحمل في الأزواج اللي بيعانوا من تأخر الإنجاب. التلقيح الصناعي هو أبسط شكل من وسائل الإخصاب المساعد. التلقيح الصناعي هو الغرض منه إن احنا ندي زقة بسيطة كده للحيوانات المنوية، لو الراجل عنده عدد 12 15 16 اللي هو العدد المتواضع متوسط، مش وحش بس مش حلو، عنده مشكله بسيطه في الحركه، عنده مشكله في اللزوجه، يعني احنا بنساعد، بندي زقه صغيره خالص في التحضير بتاع عينه السائل المنوي. في التلقيح الصناعي بندي منشط خفيف جدا للزوجه، الغرض هنا ان احنا نطلع بويضتين ثلاثه، حتى لو بويضه واحده بنفجرها في وقت مناسب، بناخد عينة السائل المنوي للزوج، نشتغل عليها، نفكها من بعضها، نقلل اللزوجة، نختار الحيوانات المنوية السريعة. أحيانا قد نلجأ إن احنا ناخد عينتين من الزوج في نفس اليوم، فنجمعهم مع بعض، نجمعهم ونركزهم ونختار الأفضل والأسرع ونحقنه بأسطرة خاصة داخل الرحم. فأنت هنا أولا حققت التزامن بين انفجار البويضة ولقاء الحيوان المنوي بيها، انت اخترت الحيوانات المنويه السريعه الكويسه، ركزتها، اخترت الافضل وحقنته داخل الرحم مباشره، فحتى الحيوانات المنويه اللي فيها حركه تقدميه بطيئه دخلت معانا في حسابات الحمل. يعني احنا في الغالب الحمل الطبيعي بيحصل من الحركه التقدميه السريعه، البطيئه نسبه الحمل منها اقل شويه، الا ان في التلقيح الصناعي الاثنين بيخشوا معانا في المعادله. الفكرة بقى كلها ان احنا امتى نعمل تلقيح صناعي، او مين الحالات المناسب معها التلقيح الصناعي او مش مناسب معها. استخدام الوسيلة الانسب هو اللي بيفرق معنا. يعني انا مثلا ما ينفعش حالة احنا عندنا شك كبير في قدرة الانابيب قناتين فالوب ان هم ينقلوا البويضة، عندها بطانة رحم مهاجرة، عندها التهاب في الانبوبة، عندها التصاق خارجي في الانبوبة او انسداد في الانبوبة،
فنعمل تلقيح صناعي. يبقى انت هنا عملت حاجه مش مناسبه، استخدمت وسيله مش مناسبه، او مثلا راجل عنده العدد قليل 2 3 4 مليون وعمال تعمل تلقيح صناعي، ما هو هنا العدد فعلا بعيد جدا على ان انت تساعده. يعني هو احنا هنا الارقام قليله، الحركه ضعيفه، فانت مهما هتساعد مهما هتركز الموضوع هنا مش مناسب. في الحالات دي بنلجأ للحاجه الاكثر تقدما او الاكثر قابليه او 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 اكثر منطقيه، ان احنا نعمل حقن مجهري او اطفال انابيب. أطفال الأنابيب هو الشكل القديم من الموضوع. أول ما الموضوع ده اتعمل في السبعينات تقريبا، كانت الفكرة كلها إن احنا بناخد البويضة نحضرها، نحطها في بيئة مناسبة، نحط جنبها الحيوانات المنوية بتركيز معين، ونعتمد على الإخصاب الطبيعي، إن احنا منتظرين الحيوان المنوي يخصب البويضة ديت في الظروف المناسبة اللي احنا عملناها، ونراقب احنا النمو بتاعها في الحضانه وننقلها بعد كده كانه يعني في صوره الجنين النهائي. الا ان التقنيه دي كان فيها كذا مشكله. اولا هي ما بتحلش مشكله الازوسبرميا، لو راجل عنده صفر حيوانات منويه او عنده مشكله شديده في الحركه، عنده حركه ضعيفه جدا، او عنده عدد الحيوانات المنويه نادر قليل، اللي هو احنا بنعد هنا بالواحد بقى، عنده 10 حيوانات منويه، عنده 20 حيوان منوي. فالتقنية دي هنا احنا مش هينفع نعمل اطفال الانابيب في الشكل ده. بعد شوية الموضوع تقدم، بدأت تبقى الابر بتاعت الحقن المجهري ان احنا ناخد حيوان منوي واحد نحقنه مباشرة داخل البويضة، اللي هو احنا بنسميه الحقن المجهري. التقنية دي فكت بقى علينا الموضوع، بقينا في نسب حمل كويسة جدا من حالات الازوسبرميا اللي هي صفر حيوانات منوية. التفتيش الميكروسكوبي احنا بنطلع حيوان منوي بالواحد حرفيا، واحد واثنين والتلاتة بالعدد. الناس اللي عندها مشاكل شديدة في الحركة بقينا نحقن حيوانات منوية اموتايل متحركش، او نحقن حيوان منوي فيه حركة اهتزازية ضعيفة، نسبة الحمل منها كويسة مش وحشة مقارنة بالصفر. يعني ان احنا زمان كانت ما كانش ليها حل حتى باطفال الانابيب، لا احنا ده فتح كبير وده فيه نسب حمل كويسة جدا. احيانا في حالات نادره جدا اللي هي عندها فتحه الخصيه كذا مره ممكن نحقن سبرماتيد نفسه وبيحصل منه حمل باذن الله، اللي هو الخليه الام ما قبل بالظبط، وهكذا. فهو الحقن المجهري هو ده اخر حاجه خالص وصل لها العلم، وبيحصل منه نسب حمل كويسه جدا في الحالات اللي هي فيها ضعف شديد في الحيوانات المنويه. تقنيه اطفال الانابيب بنلجأ لها في حالات بسيطه جدا، في الحالات اللي احنا متاكدين ان الست المشكله الرئيسيه عندها في قناتي فالوب، هي كانت بتحمل طبيعي جدا لسبب او لاخر حصل انسداد في الانابيب، او ان احنا في حالات تاخر الحمل غير معلوم السبب، احنا عايزين نشوف هل في فرصه في يوم من الايام للقاء الطبيعي. يعني هل الحيوانات المنويه الحلوه دي قادره تخصب البويضات اللي شكلها كويس دي؟ هل بيحصل اللقاء ده؟ هل بيحصل الاخصاب؟ الا ان احنا في الغالب صعب جدا نعمل عينك الحاله كلها كاطفال انابيب. في الغالب احنا في دار الطب بنعمل ايه؟ بنقسم البويضات تلت والتلتين، تلت نعمله اطفال انابيب من باب الانتقاء الطبيعي ومن باب ان احنا التجربه نشوف هل في فرصه للحمل الطبيعي ولا لا، والتلتين حقن مجهري عشان نبقى ضامنين ان في فرصه للاخصاب وفي فرصه ان احنا ننقل الاجنه. فهي التقنيه الحديثه هي الحقن المجهري. أطفال الأنابيب بنلجأ لها في حالات بسيطة خالص من باب الانتقاء الطبيعي. الانتقاء يعني الطبيعي اللي احنا بندي فرصة للطبيعة ان البويضة تختار الأفضل للحيوان المنوي، الأفضل الأسرع الأقوى هو اللي هيخصب البويضة الحلوة الكويسة القوية. إلا ان احنا ما نقدرش نغامر بالحالة كلها، كون ان في حالات كل مشكلتها أصلا ان الحيوان مش قادر يخصب البويضة. كالعادة الحوار معك ممتع دائما، ودائما بنتظر الكثير من المعلومات القيمة من ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد مرتضى، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب لمراكز دار الطب العريقة. نورتها دكتور. شكرا جزيلا. خليكوا دائما مع الناس الحلوة.